السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات. وصلنا إلى الـ Dynamic Host Configuration Protocol. مثل ما ذكرنا، هذا هو البروتوكول الذي يقوم بإسناد العناوين الإنترنت إلى الحواسيب المتصلة بالشبكة المحلية بشكل ديناميكي. الهدف من عنده هو السماح للحواسيب أو الأجهزة المتصلة بالشبكة بأنه تحصل على عناوين الـ IP Address من الشبكة بشكل ديناميكي بمجرد أن تتصل بالشبكة. وطبعا هناك ما يسمى بالليس تايم، يعني كل عنوان او كل حاسوب يحصل على عنوان معين يقوم باستئجاره، يعني باستئجار هذا العنوان لمده معينه من الزمن. بعد انتهاء هذه المده من الزمن يقوم الدي اتش سي بي باعاده اسناد نفس العنوان الى هذا الحاسوب او اعطاء عنوان اخر حسب يعني الاوبشنز، حسب الخيارات التي يقوم بوضعها مدير الشبكه. كذلك يسمح بإعادة استخدام العناوين، لأنه هذه العناوين راح تمنح فقط لهذه الحواسيب ما دامت هذه الحواسيب متصلة بالشبكة. حال ما تنقطع هذه الحواسيب عن الشبكة، حال ما تنطفئ، فإن هذه العناوين ستؤخذ وتسند إلى يعني حواسيب أخرى أو أجهزة أخرى متصلة بالشبكة. كذلك هو يوفر سبورت إلى الموبايل يوزرز، يعني يوفر دعم إلى المستخدمين المتنقلين اللي هم يعني أصحاب الهواتف النقالة أو اللابتوبس أو الأجهزة التي تعمل بشكل وايرلس، لأنه مجرد أن يقومون بالاتصال بالشبكة سيقوم بمنحهم العناوين المطلوبة، وبعد يعني مغادرتهم للشبكة سيقوم ب يعني أخذ هذه العناوين من عندهم وإسنادها إلى حواسيب أخرى. بصورة عامة ال DHCP يقوم بعملية هاند شيكينج، تبادل البيانات ما بينه وبين ال hosts أو الحواسيب أو الأجهزة المتصلة بالشبكة للوصول بالنتيجة النهائية إلى الاتفاق التالي. بداية الهوست أو الجهاز الذي يريد الاتصال بالشبكة يقوم بعمل برودكاست، يعني يقوم ببث DHCP Discover Message اللي هو يعني مجرد رسالة يعني يستكشف أين هو DHCP. DHCP راح يقوم بالاستجابة لهذه الرسالة بإعطائه ما يسمى DHCP Offer اللي هو عرض عرض لوجود خدمة من قبل DHCP. هذه الرسائل هي optional، يعني سابقا كانت هي obligatory، يعني يجب أن تكون موجودة. في الإصدارات الحديثة من DHCP هذه الرسائل أصبحت هي optional، يعني ممكن أن تكون موجودة، ممكن أن تكون غير موجودة. أيضا يتم ضبطها من خلال مدير الشبكة الذي يقوم بضبط إعدادات DHCP. بعد ذلك الحواسيب راح تقوم بطلب DHCP، يعني DHCP request، طلب رسمي للحصول على IP. ثم الـ DHCP يقوم بمنحها، يعني من خلال الـ DHCP Acknowledgement يقوم بمنح العناوين المطلوبة. مثل ما نلاحظ هنا أنه يعني في الشبكة المحلية يوجد في الجهاز هو يسمى DHCP Server. طبعا هذا الجهاز قد يكون هو سيرفر يعني مستقل بذاته، وقد يكون هذه هي عبارة عن وظيفة موجودة في داخل الراوتر. أنه الراوتر في بعض الأحيان أو بالحقيقة في أغلب الأحيان في الشبكات المحلية يتم تفعيل خدمة الـ DHCP لكي تكون أحد الوظائف الرئيسية في داخل جهاز الراوتر. فبمجرد أن يصل فد مستخدم جديد اللي هو كلاينت، راح يقوم يعني البدء بهذه الإجراءات اللي ذكرناها قبل قليل واللي راح نوضحها بشكل مفصل في هذا المخطط. إذا كان العنوان الخاص بالـ DHCP server هو 223.1.2.5، الـ arriving client يعني الجهاز الذي انضم حديثا إلى الشبكة لا يمتلك عنوان حاليا، فيقوم بإرسال الرسالة اللي هي DHCP discover التي تحتوي على المعلومات التالية. السورس راح يكون 0000، لأنه هو هذه دلالة على أنه لا يمتلك عنوان. الديستنيشن راح تكون 255.255.255.255، واللي هي تعتبر البرودكاست، يعني رسالة البث، لأنه هذه رسالة حاليا احنا ما نعرف من هو DHCP. فهذه راح يتم استلامها من قبل كل الحواسيب الموجودة في الشبكة، إلا أنه سيتم فهمها فقط ويعني الاستجابة لها فقط من قبل DHCP. بعد ما DHCP استلم هذه الرسالة وقامت بقية الحواسيب بإهمالها، سيقوم الـ DHCP بالرد بهذه الرسالة، يبين بها عنوانه اللي هو Source Address، والـ Destination أيضا هي Broadcast لأنه حاليا هو لا يعرف الـ IP Address الخاص بهذا الجهاز، لأنه في الحقيقة ليس لديه IP Address حاليا. فأيضا يقوم ببث الرسالة لكي يتم استلامها من قبل كل الحواسيب. الحاسوب المعني بها سيقوم بفهمها، اللي هو هذا مجرد يعني راح يعرف أنه هو المقصود بها، لأنه فيها Offer، يعني فيها يعني DHCP offer. ايضا راح يستجيب يقول اوكي انا يعني بحاجه انا اقبل هذا الاوفر، فايضا يرسل رساله. لحد الان هو لم يمتلك العنوان لانه حاليا 0000. الديستنيشن ايضا راح يكون هو برودكاست، ويقول له اوكي انا اريد هذا العنوان. اخيرا الـ DHCP راح يوافق على هذه الرساله يعني باكنولجمنت
ايضا السورس هو نفس الاي بي الخاص بالدي اتش سي بي، والديستنيشن ايضا لحد الان هو يعني برودكاست، لانه لم يتم اسناد الاي بي لحد الان الى هذا الراوتر او الى هذا الجهاز. هذه الرساله بعد ما تصل الى هذا الكلاينت راح يتم اسناد هذا الاي بي ادرس الخاص به 223.1.2.4. هذا بعد هذه اللحظه من الزمن هذا العنوان راح يكون هو الخاص بهذا الجهاز، بحيث يستطيع يعني استخدامه في ارسال واستقبال البيانات. DHCP يعطي ليس فقط الاي بي ادرس، وانما يعطي الكثير من المعلومات الاخرى. DHCP يعطي للحواسيب الاي بي ادرس مثل ما ذكرنا، ويعطي العنوان لاول راوتر يتصل بالكلاينت واللي هو الديفولت جيت واي، يعطي اسم الاي بي ادرس، الاسم والاي بي ادرس الخاص بالدي ان اس سيرفر، كذلك يعطي النتورك ماسك اللي هو السبنت او السبنت ماسك، والذي يحدد يعني الجزء من العنوان الخاص بالشبكه وجزء من العنوان الخاص بالهوست بالاجهزه. هذا مثال طبعا على ال DHCP. لاحظ انه الحاسوب اللي يحاول يتصل بال يعني بال DHCP سيرفر راح يبدا، طبعا DHCP هو يعني كابلكيشن موجود في الطبقه الخامسه، ستبدا الطلب من الطبقه الخامسه، يتم نوبه يعني تبويبها او يعني انكابسوليتد، يتم كبسلتها في داخل سيجمنت في الطبقه الرابعه، ثم باكيت في الطبقه الثالثه، ثم فريم في الطبقه الثانيه، ثم تذهب على شكل سلسله من الاصفار والوحدات. لاحظ انه في كل مرحله من المراحل يتم اضافه الهيدر، هذا الهيدر الخاص بالطبقه الرابعه، الهيدر الخاص بالطبقه الثالثه، الهيدر الخاص بالطبقه الثانيه، ثم يتم ذهاب هذه الرساله. مثل ما ذكرنا راح يكون الديستنيشن هو اف 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 كلها افات اللي هي هذه البرودكاست. سيتم يعني ستصل الرساله الى ال دي اتش سي بي سيرفر واللي هو بيلت ان انتو ذا راوتر، مثل ما ذكرنا هذه هو مجرد وظيفه موجوده في داخل الراوتر. ايضا راح تصعد الرساله وصولا الى ال دي اتش سي بي في الطبقه الاخيره. بعد ذلك ال دي اتش سي بي سيرفر راح يقوم ب يعني بتهيئه ال دي اتش سي بي اكنولجمنت الموافقه النهائيه، ويرفق في داخلها الاي بي ادرس الخاص بالكلاينت. الكلاينت ايضا راح يستلم الرساله، يقوم ايضا ب يعني فك الكبسله الخاص بها وصولا الى ال دي اتش سي بي في طبقه الابلكيشنز، وبالنتيجه النهائيه راح يحصل على الاي بي ادرس والدي ان اس سيرفر والديفولت جيت واي والسبنت ماسك الى اخره. هذا مثال بسيط على يعني كيفيه استخدام الواير شارك. هذا الواير شارك اوتبوت يعني في شبكه محليه هوملان تم يعني اضافه فد جهاز جديد، وحالما تم اضافه الجهاز الجديد تم اخذ يعني كابتشر، يعني تم مسك الباكيتات التي تم تبادلها في داخل الشبكه، فكانت هذه هي مجموعه من الرسائل التي تم امساكها. لاحظنا انه في البدايه في جهه الريكوست اصبح ان المسج تايب هو بوت ريكوست، ترانزاكشن اي دي، الكلاينت ماك ادرس، هذا هو ايضا الخاص بالكلاينت اللي هو عندما يرسل طلب. لاحظ انه الاي بي ادرس هو كله 0000، ولكنه ما حتى وان كان ليس لديه اي بي ادرس الا انه سيكون لديه ماك ادرس، لانه هذا يكون برينتد اون ذا لان كارد، يعني موجود هذا مطبوع في داخل اللان كارد، الكارد كارت الشبكه يعني. يقوم ايضا بارسال هذه الاوبشنز انه هو دي اتش سي بي مسج تايب، دي اتش سي بي ريكوست. لاحظ انه يعني يضمن ضمن الاوبشنز ايضا السبنت ماسك، الديفولت جيت واي، هذه كلها الامور هو يطلبها حاليا. في الريبلاي القادم من ال دي اتش سي بي سيرفر راح يكون هو نوع رساله ريبلاي، الترانزاكشن اي دي راح يكون هو نفس الترانزاكشن اي دي الخاص بالسندر، لكي يعرف انه هذا هو يعني تابع الى نفس الـ يعني الهاند شيكينج او الانتر اكشن. يعطي للاي بي ادرس هذه القيمه، هذه هي اللي يريد يعطيها للكلاينت. النكست سيرفر اي بي ادرس هذا عنوان الراوتر الاول الذي يتصل به الكلاينت اللي هو الديفولت جيت واي مثل ما ذكرنا. كذلك يعطي بعد بقيه الاوبشنز اللي هو الدي اتش سي بي مسج تايب هو دي اتش سي بي اكنولجمنت، السيرفر ايدنتيفيكيشن هذا هو، السبنت ماسك، الراوتر مثل ما ذكرنا، الدومين نيم سيرفر دي ان اس، واللينث، وبقيه الاوبشنز الاخرى. ايضا كل هذه الامور يعطيها الى الكلاينت. هذا ما يخص الدي اتش سي بي. الخطوه المقبله ان شاء الله هي شرح ما يسمى بالنات، نتورك ادرس ترانزليشن، وهذه اللي راح نناقشها ان شاء الله في المحاضره القادمه، فخليكم معنا. شكرا جزيلا ومع السلامه.